انا قلت الشقه مقفوله بقالها مده وعايزه تنظيف، وبعت لك ناس ظبطوها. اعتقد دلوقتي بقى مالكش اي حده، عايزك تروح تنام وتريح شويه. حلوين كده ارتاح ازاي بس يا حسن؟ والله نفسي اعمل كده، بس ازاي؟ الزفته بعتت فيديو لاهلها وخايف تبعته لبنتي ندى كمان. لا 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 ما تخافش ما تخافش، انا قريت الشات كله وما فيهوش اي حاجه تخوف. انا مش عارف اواجه الناس ازاي لو نشرت الكلام اللي عندها ده. ده انا يا حسن بعت لها حاجات، يا نهار اسود يا نهار اسود، بعت لها قلوب حمراء وضحك وهزار وفيديوهات ورسائل صوتيه. انا خايف اتشطب بالنقابه واتفضح وتبقى سمعتي زي الزفت. ما تخافش يا شريف، انت اصلك بس انسان طيب. عموما يعني في ناس بتبعت حاجات اليل من دي مليون مره، انت بس عشان راجل محترم ومخلص لمراتك حاسس بالذنب لدرجاتي. انا حاسس بالذنب تجاه نفسي، انا ازاي اعمل حاجه زي كده؟ انا حياتي بتتدمر، حياتي بتضيع والله يا حسن. خلاص يا شريف ما تسودهاش بقى، انا عامل خطوات كويسه ان شاء الله وهجيبها لك لحد عندك، هتقول لك انا اسفه ومش هعمل كده تاني. المهم بعتت لك حاجه تانيه ولا لا؟ معرفش، انا كنت قافل التليفون ما فتحتوش غير عشان اكلمك واقول لك الحقني، وادي انت جيت لي كتر خيرك. طب شوف كده. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بعت لي رسائل كتير. كانت بتراقبك بقى. يا نهار اسود، استنى ما نشوف. ايه ده؟ بص يا سيدي، انت ما تردش عليا ليه؟ لو ما ردتش عليا هبعت كل اللي عندي وانشره والناس كلها تشوفه. هتديني الفلوس امتى؟ حدد لي ميعاد بالظبط اخد فيه فلوسي. يا نهار اسود. بص يا شريف ما تخافش خالص، اجمد كده امار، اجمد خالص وماكش دعوه باي حاجه، انا هتصرف. انا عايزك بس تمطل فيها، الوقت في مصلحتنا. لو كلمتك تاني قول لها عايز اقابل، لو قلت لك عايزه فلوس قول لها اديني مهله اسبوع ولا اتنين علشان ادبر لك المبلغ، وان شاء الله هلاقي حل. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.